صباح النور غزالات، عيدكم مبروك. ديري لاباس عليكم، اماركم كلها بخير. كنتمنى تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب، هكذا يفرحنا ان شاء الله ويحفظكم من اي امراض ومن اي اوبئه. واحد الروينه ورايا، عرفتوا فين ما كان دور كنلقى شي روينه ورايا. المهم نتوما غير غمضوا عينيكم بحالي. نهاركم مبروك، وانا صراحه اليوم ما فقت بزز، ما كتبش عليكم مع اني ما درت حتى شي حاجه. قلت هكذا، المهم هذا قفتيني. هذا كانت شراتو ليا امي، من كنت فين جيت من المغرب، كانت شراتو ليا، شراتو ليا جاهز. عرفتو زوينين البنات، الله العظيم كيتباعو في قيصريه، زوينين جوهره. هاو هاد اللون، انا عندي هاد اللون نفسه جلابه كانت مخيطه ليا كريمه، وفي هاد بحال هاد لي ستراس من هنا اولا هاد الحجيرات هكذا طويل حتى لتحت. المهم قلت هكذا نلبسهم. ما درت والو صراحه، ما تهليت في راسي، ما صوبت حلوه، ما صوبت مسمن، ما درت والو. محمد ما خلانيش، حتى انا صراحه ما قدرت، خفت نتعب فقلت نعدي داكشي اللي عندي. محمد كل عام في الخدمه كيعطيهم كرطونه ديال الحلويات، يعني كيفرقوا على العمال كاملين او على الموظفين كاملين. صافي، وكان عندي واحد شويه ديال مسمن الشحمه، وعندي واحد الطويطه صغيورين. صافي غادي نحط داكشي اللي كاين وصافي، هادشي اللي كاين. ومحمد بغى يعيد عليكم ولكن ما عرفتش مشى. المهم غادي دابا نمشيو نوجدو الفطور ونشارك معكم الفطور ديالي البسيط. وقيلا غادي تجي عندي طفلتي، هما قالوا غير غادي يجيو حتى يطلع على باباها وداكشي ويعيدوا علينا ونمشيو. لكن انا قلت محمد خليهم غادا نطيب الكسكسو، خليهم ياكلوا معنا الكسكسو، كيبغي يجمع هانيت. مشيت دابا باش غادا نجبد واحد الكيس ديال اللحم الاخر، غنديرو بلحم ديال الراس، فغادا ندير شي قصرين الكسكسو نيت. والله الا بغا ناكل الكسكسو صراحه مع الجماعه. فالمهم غادا نمشي نجبد الخضره وداكشي ونفطر هو الاول، ومن بعد باش هكذا نشارك معكم شنو غادا ندير. يلا نهاركم مبروك، عيدكم مبروك. عارفه دابا كلشي الناس في الديور، ولكن الحمد لله اش غنديروا، هادشي اللي عطى الله. المهم غير الصحه والسلامه، وان شاء الله العام الجاي لكن مازال في الحياه وعايشين ان شاء الله نعيد عليكم، وهكذا كل عيد نعيد عليكم. بارك لكم العيد، يلا نهاركم مبروك. سلام، صباح الخير، مبروك عيدكم، كل عام وانتم بخير. وانتو ده هيا مبروك عيدكم، طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله بالخير، والعيد القادم تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله، والوباء يروح ان شاء الله عن قريب، والناس تعيد بس القبر احسن من الاول ان شاء الله. مبروك عليكم ان شاء الله. يلا كل عام وانتم بخير. هذا هو فطورنا، ما شفنا فطورنا العام، ما كيناش الحلوه، كينا الحلوه ديال مصر هذه الصراحه، ما صوبناش الحلوه هذه. كيعطيو محمد في الخدمه كيعطيهم كرطونه راي، لا ولا شي حاجه، كرطونه كيعطيو لهم هكذا هديه يعني كادو وصافي. كي مسمن ديال الشحمه كانت عندي شحال هذه، وبطبوط وزيت واتاي، هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي نفطروا مع شيخي. قرب الطابله ولا نهزو؟ لا خرجوا، اش فهاد الروينه الله، خلي ديك الروينه خرجوا الطابله. لا نخرجوا بيك عاصم، شنو نطلعها نشوفو نحطو؟ يلا سير، يلا كل عام وانتم بخير شباب. شوف بابا بغا ندير لي بايتان، ماشي نفطرو حنا. محمد في الخدمة تكون عامرة أشكال بشكل يعني. المهم هنا جينا نفطرو هكدا حدا شيخي. بالنسبة لشيخي فطرتو، حطيت ليه قبل لأنه كيفيق بكري، ففطرتو قبل. المهم هو مقاد أمورو وباقي يتفرج، أول مرة غتشوفو شيخي راه مسكين هديك هي بلا يستو. صافي هادشي اللي كاين. المهم داكشي بسيط صراحة، ماشي كيف ما متعوداكم كل عام، بسيط داكشي دغيا سريع. المهم غير قبلو علينا وصافي وفطرنا. واش ما نقولش لكم، محمد ضرب لك داك مسمن الشحمه، اعجبو هذا في رمضان صراحه. هو مسمن الشحمه كتظلم ملي كتحط مع شي حاجه من غير بريريت ديال اتاي، هادشي اللي خاصو. وفطرنا الحمد لله، وكلينا داكشي اللي قسم الله، وعاد نجمعوا ديك الروينه نوضو كوزينه. أمولتي
خدي الفرش وبالسوق لدوك القدام ونقول لك فاطمة زطمي يلي داويتي جسمي عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي ورقي ببصر وعامي والحسود فوفلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي هالغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل مهم بس صراحة هذا الدرب الكسكسو عاد مش معي فهنا عندي لحم ديال الراس كنت جابتها صراحة غير كسكسو وكنت جبت واحد اخر يعني ماشي ما يقدمني لانه نفس الوقت طلع شوية اكثر المهم هنا جي خمسة يعني طفلتي ورا جي هاولي بس ثلاثة وهاد حنايا وغادي نوريكم الطريقة ديالي كنت شاركتها معاكم شحال هادي وين كل واحد وكيفاش كيطيب الكسكسو كل منطقه كيفاش كيطيب الكسكسو سبحان الله يعني دار وحده وكتلقاها فيها يعني كل وحده وطريقه ديالها فغنوريكم الطريقه ديالي كيجي زوين بالنسبه للناس اللي كيبغوا الكسكسو يكون شويه بحال خاسر اولا ديك المريقه ديالو تكون ثقيله المهم غنقول لكم كنت شحال هذه شاركت معكم البنات راه عارفينها وصافي هادشي اللي كاين انا صراحه عزيز عليا الكسكسو بحال الراس والجديد كافي قديد ولكن قديد ما عنديش والله بغيت ان شاء الله ندير واحد شويه شحال هذه بشهيه وغادي ندير واحد شويه نجيب دابا كاينه الشمس ضاريه غادي نشوف غنجيب غير واحد شويه قولوا لي البنات واش قديد كتاخذ يعني من هاد الجهه الطلايه اللي كتكون في حولي باش نمشي هكذا محمد عند الزاري يعرف اش يقول لي انا كنظن من هذوك على ما عقل اللي من جهه المهم هذوك الضلوع كتكون فوق منهم واحد الحيمه هكذا رطبه ماشي رطبه واحد الحيمه رقيقه كنظن هذوك هما البلاصه اللي كيتاخذ منهم الكيس وصافي نشرف الشمس وغادي يتقدد ان شاء الله بالنسبه للبهارات اللي كنديرو في الكسكسو بزار وسكنجبير والبهارات العاديه والملحه والسمان هادشي اللي كاين المهم الخضره راه حاطاها تما تيجي محمد ينقيها ليا يا اما بغيت ينقيها ليا واحد فيهم غنلصقها فيه المهم بالنسبة للبهارات كما قلت لكم غندير شوية ديال السكينجبير مطحون والبزار صراحة هاد الشفاط على البنات والله إلا نفعني حتى كيخرج كلشي الروائح برا ندير البزار والملحة ندير غير شوية ملح مغاديش ندير بزاف لأن هاد الملحة عفوا الناس هاد الملحة الخفيفة اللي دايرة بحال شكل ديال الرملة كتصيدني ديما كتقولني صافي وغادي ندير الخرقوم أنا صراحة الكسكسو ديالي كنديرو شوية حمر محمد كيبغي حمر حتى هنا في مصر يعني متعودين على الماكلة وكيجي زوين يعني ما كيجيش داك الصفورية بزاف كيجي الطعم ديالو زوين صافي غادي ندير عندي واحد الزيت عندي واحد شويه ديال الزيت الزيتون هذاك اللي حطيتها باش نفطر بها الصباح زعما كاين اليوم راه كالت شويه صافي غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت ديال هذه ندير شويه حيت اللحم الراس راه فيه ميد واحد شويه مهم بالنسبة للناس اللي غيسولون على مطيشة أنا مطيشة كنديرها غدا نوريكم كيفاش كنديرها حتى كتقرب يعني في الوسط ديال أول من كندير الخضر كنحكها هي والبطاطا هذا هو السر غدا نقول لكم كيفاش كيخلي المريقة ديالنا ثقيلة مدوزش السمنة
اكثر الناس والله ما كذب عليكم اللي تكنسى في الطياب شحال من حاجه اللي تنسى يعني كيفاش كتدير ما عرفتش علاش حتى في الدار وليت كنسى يعني بزاف ديال الحوايج كنسى الله يستر. المهم انا كندير غير شويه السمن دابا ومن بعد حتى كطيب كاع المريقه وداك الشيء كنلوح فيها شويه ديال السمن باش نقدر تعطينا ديك الطعم ديال السمن اللي كيجي من السمن. شحال ديال الموان ما عرفتوش ملي كيخرجو مازال فطورنا كان دوك الشتو داك الشيء عادي ماشي كيف كيما مولف كل عام. المهم ندير معاكم الشيوا الصراحه وداك الشيء في العيد ولكن هذا العام صراحه ما قدرتش وحتى الفران مسكين ما مساعدش للاسف. عجبني ديك ريحه الكسكسو في الاول اللي كيكون يتقلى كيما قلت لكم البنات يعني هذا العام المهم يعني الحمد لله الله يرزق غير الصحه والسلامه ولكن صراحه البنات ماشي يبقى فيا الحال حيت جنبو الفو كل عام كنصاوب الحلوه وهكذا كنحس بدا بالاجواء ديال العيد داكشي ولكن ما كاينش الجهد ومحمد ما خلانيش قال لي ما ديريش ما دير لنا لا والو لا مسمن لا حتى حاجه داكشي اللي كاين غادي نفطروا به لكن واش نقول لكم انا نبقى عليكم ولكن هادشي اللي كاين عندنا الحمد لله. نتوما صوبتوا شي حلوه كيفاش داز عندكم العيد قالوا لي في التعليق قولوا لي كيفاش العيد هذا العيد هذا العام سبيشيال يعني هذا العيد سبحان الله خاص بشكل هذا العيد العام والحمد لله الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب والله ينجي كل واحد صراحه قلتش عليكم حنا هنا كماسر المرض كل نهار كيزاد 700 780 الناس باقا خارج عادي الدنيا بخير ما كاين حتى شي حاجه عندهم واش نقول لكم يعني دابا ولا المشكله ولا الحكومه خايفه على الناس الناس ما خايفينش على راسهم للاسف لا طلا. المهم دابا غادي نمشي نجيب الخضره ديالي راه هي غادي نزيد عليها البطاطا ونزيد عليها نجيب مطيشه شنو اخر غادي ندير غير شي جوج بيضات هكا الدراري الدجاج كندير فيه الدجاج صح الدجاج ما عنديش كيجي زوين الدجاج وي كيجي عطيك كيجي فيه زوين الدجاج البنات حنا صراحه في الدار ما كنديروش الدجاج غير قرعه ولا تخيز ولا داكشي يمكن ما كاينش غندير بلاصتو البطاطا صافي هاد النهار هانتوما ندوزينو معايا وان شاء الله يعجبكم يكون هاد الفيديو خفيف ظريف عليكم. هنا بالنسبة للحمص كنديرو معاه كنديرو نيشان يعني مع الحل باش يطيب في نفس الوقت هكا راه مسلوق هذا كنسلقو كنديرو في الفريغو هي هاكدا. بالنسبة للكسكس كنديرو بالبشور ديالو عرفتو دابا راه طارت عليا هاد المرقة شوفو كي طبعتني العظم اللي طارت عليا طبعتني دغري نخرقو الله يستر ويلي 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 والله الا طبعت النتيجة ما حيدة وبغينا نفرحو بالقفطان صراحة هاتي البنات غنمسح هادشي ورجع ليكم صراحة مشي درت طاب ليا كون طاب ليا تي مشي درته باش ما يتوسخش ليا فاطيني صراحة بقى فيا طبع ليا البنة ما عرفتش غادي يحيد ولا لا فيه ديك الصفورية هاتي الكوزينة عندي ماكينة خدامة هذا خدام المهم غادي نغسل هاد المايونيز المهم بنيت ماشي نو غنغسل هاد المايونيز صافي غادي على الوجه ديال السميدة باش طيب. المهم هاد المرة جاني محمد واحد المرة باش نوريه ليكم هادي محمد هنا في النوع هدا عمرني الصراحة ما عرف ما جربتو المهم غادي نشوفو كيفاش النظام ديالو هو تونسي كسكسي تونسي حبة متوسطة مكتوب عليها غادي نجربو نقول لكم البنات واش زوين ولا لا انا متعودة نجيب هذاك الاخر عندي برا باقي من واحد الشوية بغيت نوريه لكم عرفتو قلبت عليه ولا معرفتش فين هو كان غير واحد الشوية مبقاش قايسو المهم غادي نجرب هذا كما قلت لكم ان شاء الله غادي نشوف اذا كان زوين ولا غنقول لكم عليه ما زوينش راه ما عليكم لا ديروا بالصراحه بقاو غير على هذاك الاخر اللي كنت وريتكم شحال هادي هذاك غزال هذاك زوين صراحه وما كياخذش الوقت في الطياب وصافي دابا غادي نشوف البنات فين غطي ديك البريمه وما راح قربوا يجيو باقي الحال يعني حنا كنتغداو مع الطليب مازال الحال.
ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. المهم نزلت حاليا الخضرة اللي غادير عندي هنا هاد الشوم قرعة نسمع عليكم قرعة وعندي فلسو ولا لا القرعة هذا لي الشوخ القرعة الخضرة عندي هنا هاي القرعة هذه منقشة فلفلة وعندي البطاطا تحت تيجي محمد وجبد عليا حتى تحت الطاولة مقدرش نتحدر صافي هادشي اللي كاين دابا غادي نمشي نوريك الشوم اللي تيجي ونقلي الخضرة لازمكم حاجة واحد
المهم غسلات هنا بالنسبه للكسكسو اولا بالنسبه للحم ديالي. صافي ملي طاب داكشي درت عليه الماء سخون، درت الجزر اولا درت خيزو، وهنا لان خيزو هو اللي كيشد شويه الطياب، والحمص كما وريتكم. هنا درت واحد البطاطا محكوكه اولا مبشوره، وطماطم كنضربها في داك الخلاط. هاد جوج اسرار هما اللي كيخليو لنا المريقه خاطره وثقيله بالنسبه للناس اللي كيبغيو المريقه تكون شويه خاطره. وايضا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك اولا صلصه الطماطم كتخلي لنا ديك المريقه خاطره البنات، صدقوني جربوا هالطريقه وغتشوفوا. صافي كنديرهم بجوج هكذا مع ملي كنرمي الجزر، وكتبقى لي الخضره الاخرى يعني مثلا الكوسه والبطاطس القرعه ليشو اولا الكرومب، هذوك دغيا كيطيبوا. وصافي هنايا المهم انا كنطيبهم بالك حدايا جمعين كنت تحدثته انا واجلي هكذا ولو 60. المهم دوزنا العيد صراحه يعني هكذا غير باش نحيدوا الملل. راجلها ما جاش للاسف فكانت عنده شي خدمه، والكسكسو ديالي جاهز، الاولاد كيتسناو حتى كيشوفوا الخضره وداكشي كيتسناو. ما نكذبش عليكم البنات عجبهم، جاهم زوين، حتى شيخي حتى هو عزيز عليه الكسكسو. فدايما ملي كنديروا ليه هكذا كياكلوا، كتعجبو ديك الخضيره وداك الكسكسو يجي رطب. وكنديروا باللحم الراس خصوصا، انا عزيز عليا باللحم الراس، وعلى قبل شيخي كيجي رطب اللحم الراس ملي كيطيب كيدوب، يعني غير داك اللحم البقري وداكشي فكيجي هكذا رطب كيقدر ياكلو وجا لذيذ. ما نكذبش عليكم جات هاد القصاريه ما شهيتكم فيها، جات لذيذه طبيعه الحال. راه كلشي دابا كلشي نهار العيد دار الكسكسو. فهنا كنجبد ديك الخضره ديالي. بالنسبه للجزر والقرعه اولا الكوسه كنديرهم صينين باش ملي نجبدهم هكذا باش ما يتشتتوش ليا، ملي نجبدهم يبقاو صينين ونقسمهم على جوج هكذا. وكان عزيز عليا يعني نحط في القصريه نزوق بها وداكشي. المهم يعني العيله اللي كتاكل، فالوليدات غاديين جايين عليا غاديين جايين عليا عجبهم وكلاوه منه يعني، واول مره ياكلوا الكسكسو. واكلين شحال من كنظن درت لهم شي مره، ولكن لاني كنديره جم منه بزاف ديال الاطباق ما كلاوش. فعجبهم الكسكسو. المهم ديك القصاريه نسفات طبيعه الحال، ما بقى فيها شويه خليتو يعني تنتغداو به النهار الثاني. وصفت الراجل طفلتي صيفط لي هو طبيسيل ديالو حقو ضروري يعني ما نذوقوه. وهاد القصيريه درتها مع اللبان ومع الهريسه، جبت ديك الهريسه اللي كنت جبت شحال هادي، ماشي ديال المغرب ولكن ديال هنا، ولكن زوينه البنات ماشي حاره ولكن لذيذه، راه كتباع في كاريفور. وصافي وشويه ديال البلول. المهم هنا كنحط الشيخي كما قلت لكم قبل، المهم كياكل هكذا فوق السرير. ومشينا دينا ديك القصريه ديالنا ومشينا درنا هكذا، درنا جمعنا حداه صدعنا واحد شويه مول الفصيل صدعنا، وهذا الشيء اللي كاين. سقيت لي الطبيسيل ديالو حتى هو كلاس بارك الله عليه. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على الفران، راه الفران ما صوبتوش، غير درت ليه واحد الزاجه. كان محمد شاف واحد المحل قال لي غنصوبو لك، ولكن للاسف بقى شحال هو كيلعب بينا اليوم غدا اليوم غدا. المهم قال لي شوف لي غير دير لي واحد الزاجه. هاد الزاجه المفروض تكون جوج ديال الزاجات، ولكن ما كاينين جوج ديال الزاجات، كاين غير زاجه واحده. يعني تقدري مثلا طيبي فيه ولكن شي حاجه خفيفه ما يطولش نهائيا، لانه ما فيش ديك الزاجه للداخل. فقلت ليه غير خليه غير يديروا لنا، المهم غير يسدوا لينا ما نبقاش نشوف داك المنظر العجيب ديالو يعني، تا يسر الله وصافي. المهم راه دار لي ديك الزاجه الصراحه، يعني ما طيبت فيه ما درت فيه حتى شي حاجه وصافي. هذا الشيء اللي كاين. المهم كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، كنتمنى يكون عجبكم هكذا وشاركت معكم اجواء خفيفه ديالنا البسيطه ديال العيد. نقول لكم كل عام وانتم بخير، ويا رب يرفع علينا هذا الوباء. وشكرا لدعمكم وحبكم، ما تنسونيش من دعواتكم والتعاليق ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه.